أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا الأخبارية بين يومين، ونبدأها من القلمون، حيث أعلنت وكالة أنباء إيرانية مقتل أول ضابط بالحرس الثوري الإيراني في معارك القلمون، ويدعى عقيل بختياري، مدعية أنه قتل أثناء تأديته مهمة خاصة. إلى ذلك تجددت معارك الكر والفر بين جيش الفتح وميليشيا حزب الله غرب القلمون. وأظهر مقطع مصور استهداف الثوار بصاروخ كونكورس تجمعا لعناصر ميليشيا حزب الله في منطقة الرهوة بجنود عرسال، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 عناصر في صفوفهم، بينهم 3 قيادين. إلى ذلك شكل أهالي بلدة عرسال اللبنانية فرقة الفاروق ردا على لواء القلعة الذي أسسته ميليشيا حزب الله في بعلبك. وتعود مشكلة عرسال مع النظام وحزب الله منذ دخولهم إلى بلدات القلمون والقصير. محمد الزهوري مراسلنا زار البلدة وأعد هذا التقرير. لن يقبل ببقاء إرهابي واحد ولا تكفيري واحد في أي جرد من جرود عرسال أو البقاع. لعلها ليست مشكلة جديدة على النظام في سوريا، حزب الله اللبناني وولاية الفقيه في إيران، أيضا ليست أرضا مغتصبة من الاحتلال الإسرائيلي، إنها عرسال، البلدة اللبنانية الحدودية الملاصقة لجبال القلمون السوري، والتي أضحت الشوكة الأبرز في حلوق المتشدقين بالقتال ضد الإرهاب. لن تكون القصير اثنين، هكذا يراهن أهالي البلدة الذي يتجاوز عددهم 35,000 مواطن، جميعهم من الطائفة السنية الداعمين للثورة الشعب السوري، إضافة إلى قرابة 80,000 لاجئ سوري، أغلبهم من القصير، حمص والقلمون. دون ذلك فهي محاطة ببلدات شيعية من الجانب اللبناني والقابعة تحت سيطرة حركة أمل وحزب الله. رهان جديد يدخله النظام في سوريا وحلفاؤه الإيرانيون، وهذه المرة ليست على أرض سورية فحسب، بل تعدى الحدود بحدود، وإن أراد فتح جبهتها سيشعل بذلك حربا أهلية تحرق بنيرانها بلده الصديق. أما عن الميدان هنا فقد حضر القصف المدفعي على جرود عرسال بشكل مكثف وسط طيران حربي شن عشرات الغارات على منطقة الرهوة بسلسلة جبال القلمون، في الوقت الذي أطلق شبان من أهالي بلدة عرسال فرقة الفاروق بجرود البلدة على غرار لواء القلعة الذي شكل في بعلبك مؤخرا. وقد حصلت أورينت نيوز على نسخة من بيان التشكيل الذي نص على حماية عرسال من سكان ونازحين، ما إن تدخل الحزب بمعركة حفر قبره كما قال مسؤول بالفرقة في تصريح حصري. سنكون درعا حصينا لعرسال وجرودها، ولن يدخل حصن نصر الشيطان بلدتنا إلا على أجسادنا، والجواب ما ترون لا ما تسمعون. وندعو أهلنا في طرابلس وصيدا وبعلبك وبيروت وغيرهم أن ينصروا أهل السنة بعد أن خذلهم الجميع، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر. معركة تقود الحزب والنظام على حد سواء إلى الهاوية وهم لا يعلمون. فهل ستعاد الحسابات بنظرية وعين أخرى قبل أن تفتح النيران؟ يتساءل مراقبون. وللمزيد عن تطورات الوضع ينضم إلينا أرام الدوماني مدير وكالة سوريا بريس من ريف دمشق عبر الهاتف. أهلا بك. إذن أرام، مقتل أكثر من 10 عناصر لحزب الله في جرود عرسال، وطبعا الاشتباكات على أشدها في جود القلمون الغربية، ضعنا في تفاصيل أكثر عما يجري هناك. نعم، مساء الخير سيدتي الكريمة. يعني المعارك الآن منذ يومين حتى هذه الساعة، المعارك والاشتباكات في منطقة جرود عرسال اللبنانية، يعني حزب الله حسن نصر الله يعني أوفى بوعده بنقل المعركة داخل الأراضي اللبنانية، ونجح بزج الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية في هذه المعركة. طبعا لحد الآن يعني هي المعارك معارك كر وفر، لا يوجد
سيطرة يعني، ولكن هناك استهداف لمقاتلين حزب الله وسقوط أكثر من 9 قتلى وتدمير دبابة ومدفع 57 في جرود عرسال. يعني هي يعني طبيعة الجرود ما بين جرود القلمون الغربي وجرد عرسال، يعني هي متاخمة للحدود، جرد عرسال متاخمة للحدود السورية، متاخمة للجرود السورية. طيب اليوم وكالة الأنباء الإيرانية نعت أول ضابط للحرس الثوري يدعى عقيل بختياري في معارك القلمون، هل من معلومات متوفرة لديك حول أسباب مقتله؟ يعني في الأيام الأخيرة تم يعني تم مقتل أكثر من قيادي في حزب الله، وأيضا هذا القيادي في الحرس الثوري الإيراني. في الأيام القادمة سوف نسمع الحرس الثوري الإيراني وأيضا حزب الله ينعي العديد من القادة، يعني هناك كثير من قتلى الحزب وخاصة من قياديين الحزب والحرس الثوري الإيراني. يعني الحرس الثوري الإيراني من أكبر الفصائل الداعمة للنظام السوري ولحزب الله. شكرا أرام الدوماني مدير وكالة سوريا بريس من ريف دمشق عبر الهاتف، كنت معنا. في ريف إدلب استشهد أكثر من 20 مدنيا وجرح العشرات إثر قصف جوي لطائرات النظام الحربي على مدينة سلقين. ناشطون أكدوا أن الطيران الحربي نفذ 3 غارات بالصواريخ على سوق تجاري وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وجرح 10 آخرين بينهم أطفال ونساء، نقلوا لنقاط طبية قريبة. كما طالت الغارات الجوية حي الملعب البلدي ومشفى السلام في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب، ما أدى لدمار كبير دون أنباء عن وقوع إصابات. من جانب آخر، أعلن جيش الفتح في إدلب عن بدء معركة تحرير حواجز القياسات وحرش بسنقول، وبدأت المعركة بحسب مصادر ميدانية بتمهيد مدفعي وصاروخي عنيف لجيش الفتح على تجمعات قوات النظام في تلك الحواجز. وبحسب المصادر فإن تلك الحواجزات تشكل خط دفاع رئيسي عن بلدة محنبل وحاجز المعصرة الموجود فيها. أعطال دبابات ألوان صقور الشام. ومعنا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز من محيط محنبل بريف إدلب. أهلا بك هاشم، لنبدأ من إعلان جيش الفتح بدء معركة تحرير حاجز القياسات وأيضا حرش بسنقول، أين وصلت المعارك حتى هذه اللحظة؟ السادة المشاهدين، بالنسبة للخبر الذي ذكرته بدء معركة تحرير حاجز القياسات وحرش بسنقول، حتى الآن جيش الفتح لم يعلن عن هذه المعركة ولم تبدأ، ولكن الذي حدث هو عبارة عن مناوشات يوميا تدور بين الثوار من جيش الفتح وقوات النظام في معسكر القياسات وحرش بسنقول وبسنقول وفي محنبل، وحتى وصولا إلى قرية فريكا والمناطق المجاورة لتلحمكي. اليوم استطاعت تفجير دبابة في صاروخ تاو في حرش بسنقول بالقرب من بلدة محنبل، أيضا استطاع الثوار تفجير أيضا بصاروخ تاو رشاش 14.5 في قرية العور. بالمناسبة أن قوات النظام تحاول التقدم باتجاه القرى جنوب استراد حلب اللاذقية من جهة قرية تل حمكي ومعسكر تل حمكي، بهدف السيطرة على التلال المحيطة في الاستراد وتوسيع رقعة سيطرته التي لا يسيطر إلا على الاستراد حلب اللاذقية. ويقول قادة ميدانون أن قوات النظام في حال السيطرة على هذه التلال تقوم بإنشاء خط دفاع عن سهل الغاب، في حين المعارك تدور الآن بين قرية تل عور وسرافيف والصحن من جهة بين الثوار وقوات النظام. هاجر، بالنسبة للمعارك وأن بدء معركة في القياسات وبسنقول، لحد الآن لا يوجد هناك أي شيء رسمي من جيش الفتح. واضح.
واضح هاشم. نعم. واضح. طيب هناك قصف من قبل طيران النظام على ريف إدلب وتحديدا سلقين، ما صورة الوضع؟ هاشم هاجر، لم أسمع السؤال. سألتك عن صورة الوضع بالنسبة لسلقين وباقي مناطق ريف إدلب التي تعرضت للقصف اليوم من قبل قوات النظام. يبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا لك هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز من محيط محنبل بريف إدلب عبر الهاتف. في حلب أفاد ناشطون عن استشهاد 9 مدنيين وجرح آخرين جراء إرقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين على بلدة حيان بريف حلب الشمالي، كما استشهد 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة بقصف مماثل على مدينة الأتارب. هذا وسقط برميلان متفجران على بلدة دير جمال وسط أنباء عن وقوع 6 شهداء وعدة جرحى. في هذه الأثناء شن الطيران الحربي غارة بالصواريخ على قرية تلالين ما أوقع 2 شهداء و5 جرحى، فيما طالت غارة أخرى بلدة تل رفعت دون ورود أنباء عن إصابات. وتأتي تلك المجازر بالتزامن مع استعادة جبهة النصرة وفصائل الثوار السيطرة على قريتي البل وغزل قرب بلدة سوران عزاز بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم الدولة. وقالت جبهة النصرة في بيان لها إنها أسرت 20 عنصرا من مقاتلي تنظيم الدولة عقب إحكام سيطرتها على قرية البل. إلى ذلك استعاد الثوار السيطرة على قرية الكفر ومزارعها قرب سوران عزاز، فيما تستمر المعارك بين الثوار وتنظيم الدولة في قرية الحيصة وتل مالد ومنطقة أم القرى بعد سيطرة التنظيم على أجزاء منها. يأتي هذا في وقت أفادت فيه شبكة حلب نيوز عن ارتفاع أعداد قتلى تنظيم الدولة خلال معارك ريف حلب الشمالي لأكثر من 80 خلال الأيام الأربعة الماضية. ولتطورات الوضع بالنسبة لحلب ينضم إلينا بهاء الحلبي مراسل شبكة حلب نيوز. أهلا بك. إذن بهاء، ضعنا في صورة آخر التطورات بالنسبة للمعارك بين الثوار وتنظيم الدولة تحديدا في ريف حلب الشمالي. نعم، أهلا بك سيدة هاجر. بالحقيقة اليوم شهدنا في الريف الشمالي تطورات كثيرة، هناك قصف عنيف، هناك اشتباكات عنيفة في مختلف المناطق من صوران حتى تل مالد، في قرية البل وقرية والقرى المحيطة ب صوران هناك اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات تنظيم داعش. هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل العديد من عناصر التنظيم، وأيضا وقع أسرى منهم بيد الثوار، وأيضا هناك أسير من بين التي تمكنت الثوار القبض عليهم إعلامي كان يعمل مع التنظيم. طبعا الاشتباكات تركزت في قرية البل تحديدا لأن الثوار استطاعوا من التقدم في هذه القرية، وحدثت اشتباكات جدا عنيفة في مختلف هناك. في محور آخر أيضا من تل مالد، التنظيم يحاول بشتى الوسائل أن يصل إلى بلدة مارع عن خلال هذه التلة، فيوميا نشر قصف عنيف بالدبابات لأطراف بلدة مارع وحتى بصواريخ الفيل التي صنعتها إيران. نعم. تستهدف بها بلدة مارع. هناك أيضا قصف عنيف على مختلف البلدات في الريف الشمالي من قوات النظام. اليوم رصدنا قصف على حيان، هناك أكثر من 10 شهداء أيضا في مائع، في تل رفعت، وايضا في عزاز، وفي ايضا دير جمال. في مختلف المناطق هناك قصف عنيف بالصواريخ وحتى بالقنابل العنقوديه، وايضا في الريف الغربي كان هناك قصفا بصاروخ ايضا من طيران حربي. هذه بالنسبه للريف الشمالي. اما بالمنطقه الشرقيه فهناك ايضا اشتباكات بين بين غرفه بركان الفرات وايضا بين تنظيم داعش، ونوه بان القوات الحماية الكردية اعتقلت قائد عسكري من الجيش الحر وويدع ماهر العوني، اعتنقته القوات الكردية بعد بسبب مشادات
كلامية بينهم. وأنوه بأن أيضا القوات الكردية قامت بأفعال جدا ضد انتهكت المدنيين هناك، وقامت بأفعال جدا سيئة بالنسبة للمواطنين العرب، قامت بتهجيرهم من المنازل، قامت بحرق محاصيلهم الزراعية. وفي ظل هذه الأفعال السيئة، الجبهة الشامية اليوم قامت بالتعازي للأخوة الأكراد في قرية أحرس بعد قصف النظام لهم ببرميل متفجر. نعم. كان هناك مدفع وضح بها. أكتفي معك بهذا القدر، أشكرك بها الحلبي مراسل شبكة حلب نيوز، كنت معي عبر سكايب من حلب. وللتعليق على قصف النظام لبلدة حيان ينضم إلينا أحمد أوسو مدير مدرسة الشهيد ياسر دعبول التي طالها قصف النظام اليوم. أهلا بك أستاذ أوسو. طبعا غارات استهدفت حيان ومنها هذه المدرسة، مدرسة ياسر دعبول، ضعنا في صورة الوضع وخاصة هل من شهداء من الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنسي هاجر، نتيجة تقدم الثوار على جبهة داعش في الشمال ونتيجة هزائم نظام الأسد، قامت مروحيات الأسد بقصف الريف الشمالي في عدة بلدات منها الأتارب ومنها تل رفعت ودير جمال وحيان وعندان. قامت هذه الطائرات بالقصف، نتيجة هذا القصف استشهد 9 شهداء من هذه البلدة. الطفلة استشهدت عند صلاة المغرب وبلغ عدد الشهداء 9. الطفل محمد عمر حايك، هذا الطفل الذي كان يتمنى أن يذهب إلى المدرسة ويأخذ جلاءه لأنه من المتفوقين، هذا الذي دبر المؤامرة الكونية التي يتحدث عنها بشار الأسد، جاءه هذا البرميل الغادر وأرداه أشلاء في بالقرب من مدرسة حيان. رحمه الله تعالى عز وجل ورحم الشهداء. نحن مستمرون أنسي هاجر في هذه الثورة ومستمرون، وليقتص بشار الأسد من الأطفال، دماؤنا كلها فداء في سبيل الله وفداء هذه الثورة. ماذا فعل الأطفال؟ ماذا يفعل الأطفال؟ ماذا يفعل ابن 5 سنين وابن 7 سنوات؟ ماذا له مع ابن 9 سنوات حتى يقتله ببراميله المتفجرة التي أنسي هاجر لم نجد أشلاء بعض الأطفال، 5 سنوات و4 سنوات لم نجد أشلاء بعض الأطفال إلا محمد عمر حايك هذا الطالب 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي الذي صورته رأيتموها جميعا والبرميل فوقه وقد شطره إلى نصفين. الرحمة لكل الشهداء. شكرا أحمد أوسو مدير مدرسة الشهيد ياسر دعبول. إلى الحسكة الآن حيث أفاد مراسلنا عن اقتحام تنظيم الدولة للمدينة من مدخلها الجنوبي بعد تفجير سيارة مفخخة أودت بحياة 10 من قوة النظام وجرح آخرين، مضيفا أن الاشتباكات وصلت إلى دوار البانوراما وحاجز الفيلات. يأتي هذا بعد يوم من سيطرة التنظيم على سجن الأحداث على مداخل الحسكة. 5 كيلومترات باتت تفصل تنظيم الدولة الإسلامية عن قلب مدينة الحسكة إثر سيطرتها على كل من دوار البانوراما ومحطة الكهرباء في المدخل الجنوبي للمدينة، فيما ذكرت مصادر أخرى من داخل الحسكة سيطرة التنظيم على حي حوش الباعر والثكنة العسكرية جنوبي الحسكة بعد يوم من إحكام سيطرته على سجن الأحداث المجاور. وتناقل ناشطو المدينة أخبارا عن محاصرة التنظيم لمجموعة كبيرة من قوات النظام قرب حاجز البانوراما وسط اشتباكات عنيفة وحالة من الانهيار وفرار في صفوف عناصر النظام، في وقت أكد فيه ناشطون أن النظام شن حملة اعتقالات طالت العديد من عناصر ميليشيا المغاوير التابعة له بتهمة الفرار من جبهات القتال مع التنظيم جنوبي الحسكة. التطورات الميدانية الأخيرة دفعت بالنظام إلى عقد اجتماع هام مع قيادات الاتحاد الديمقراطي الكردي لصد هجوم التنظيم عن المدينة، لكن البيديه بقى متمترسا في أحيائه ومواقعه ولم يساند النظام جنوبي المدينة، الأمر الذي رأى فيه البعض أن الحزب الكردي باع النظام ويحاول قلب معادلة الابتزاز معه وإفهام النظام أنه لا يمكن أن يقوم بأي شيء في الحسكة من دون البيديه. من جهة أخرى، بعض القراءات تشير إلى أن البيديه بهذا العمل يهدف إلى تعزيز إضعاف النظام في الحسكة بل وهزيمته والدفع باتجاه دخول تنظيم الدولة المدينة لتحويلها إلى كوباني أخرى تمكنه من تحشيد الشارع الكردي لصالح معركته القومية وتهجير ما يمكن تهجيره من أهالي المدينة تحديدا العرب منهم.
طيران التحالف المنشغل كليا بملاحقة تنظيم الدولة في سماء العراق وسوريا لم يلاحظ له أي اهتمام بتقدم التنظيم نحو مدينة الحسكة ولا في شمال حلب، كما بدا اهتمامه في كل من كوباني وسنجار. فهل تنظيم الدولة هناك غير تنظيم الدولة هنا؟ يتساءل مهتمون. ومن الحسكة ينضم إلينا أبو جاد الحسكاوي، عضو اتحاد الشباب الحسكة، أهلا بك. طبعا الأنباء تتحدث عن معارك عنيفة في دوار البانوراما، أين وصلت المعارك؟ ما صورة الوضع؟ السلام عليكم سيدتي وربيوكم. عليكم السلام. شهدت الجبهة الجنوبية اشتباكات خفيفة ظهر يوم بين تنظيم الدولة وقوات النظام المتمركزة في حد البانوراما بعد أن أحكم التنظيم السيطرة على محطة الكهرباء بشكل كامل، كما قام الدوري طيران نظام بشنغار على حادث الطاقة جنوب الحسكة. والآن في هذه اللحظة تشهد الجهة الجنوبية قصف مدفعي واشتباكات بالدفع الخفيفة والمتوسطة تصبع في أنحاء المحافظة. بالنسبة لتدخل الوحدات الكردية في الاشتباكات، حتى هذه اللحظة التدخل هو تدخل بسيط جزئي، ما زالت المفاوضات مستمرة بينها وبين النظام، وما يشاع عن اعتقالات في صفوف البغاوير والدفاع الوطني هذه تبثها الوحدات الكردية من أجل إظهار أنها الوحيدة التي تستطيع أن تحمي الحسكة لكي يتم تسليم الحسكة بشكل كامل لهذه الوحدات. لكن بالنسبة لريف الحسكة سيد أبو جاد، هناك أنباء تتحدث عن سيطرة التنظيم على قرى جديدة في ريف الحسكة. سيدتي، القرى التي سيطر عليها التنظيم في ريف هي قرية المروت التي تفصل بين تل برك وتل حميس، لكن صباحا انسحب التنظيم من تلك القرى. وبالنسبة لريف الحزكة ريف رأس العين، ما تزال الاشتباكات أيضا مستمرة بين التنظيم وبين الوحدات الكردية. والبارحة قام التنظيم تسجيل سيارتين مفخختين في المناطق والخاضعة تحت سيطرة الوحدات الكردية. أكدت لنا مصادر من المشهد في رأس العين عن سقوط أكثر من 30 قتيل بينهم قياديين في ما يسمى مخابرات الوحدات الكردية، أحدهم قيادي من قنديل أيضا قتل وهو جثته الآن موجودة في المشفى. شكرا لك أبو جاد الحسكاوي، عضو اتحاد الشباب الحسكة من الحسكة، عبر الهاتف كنت معنا. استهدف مقاتلو الجيش الأول مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي من محافظة السويدة برجمة الصواريخ وحققوا إصابة مباشرة، حيث شهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من داخل المطار. وأضاف المكتب الإعلامي للجيش الأول في الجيش الحر أن عملية الاستهداف تأتي ردا على قصف طيران النظام الحربي لأحياء مدينة درعا وريفها بأكثر من 70 برميلا متفجرا. عمد طيران النظام في الآونة الأخيرة إلى استخدام الألغام البحرية كنوع من تطوير وسائل الإجرام المختلفة التي استخدمها في قتل المدنيين العزل في مختلف المناطق المحررة. يبدو أن آلات القتل التي استهدف بها نظام الأسد الشعب السوري لم تعد تفي بالغرض، فالبراميل المتفجرة وغاز الكلور والصواريخ التي حصدت آلاف الأرواح ودمرت مئات الوحدات السكنية على مدار الأربع أعوام الماضية لم تعد تكفي النظام ليضيف إليها سلاحا جديدا يلقيه على المدنيين وهو الألغام البحرية. سلاح النظام الجديد وبعد الكشف عنه من قبل مختصين، فهو عبارة عن ألغام بحرية من طراز صدف اثنان والتي كان يستوردها النظام من روسيا فيما قبل، وهي ألغام شديدة الانفجار ليقوم النظام بالتعديل عليها من خلال حشوها بالمزيد من المواد المتفجرة التي تحدث ضغطا هائلا وتزودها بالصواعق لضمان انفجارها. ويرى مراقبون أن النظام بدأ باستخدامها لتوسيع درجة الإجرام، حيث تغطي مساحة أوسع من البرميل الواحد، وذلك لانتشارها أثناء السقوط بدائرة تساوي 100 متر مربع تقريبا، فتحدث دمارا على مساحة 500 متر مربع، في حين يحدث البرميل دمارا بمساحة 100 متر مربع تقريبا.
فضلا عن قدرة الطائرة على حمل أكثر من 15 لغما بحريا، في حين لا تستطيع المروحية حمل سوى 4 براميل متفجرة لكون وزن اللغم يصل إلى 250 كيلوغراما، بينما يبلغ وزن البرميل ما يقارب طنا واحدا. ويرى آخرون أن النظام عمد لاستخدامها كونها رخيصة الثمن وعدم حاجة النظام إليها في البحر، فهو يمتلك الكثير منها. استخدام الألغام البحرية بدأ في مدينة داريا بريف دمشق، لتقصف بعد ذلك قرى وبلدات ريف إدلب خلال الشهرين الماضيين، خصوصا في خان شيخون وبلدة كورين وجبل الزاوية والمنطقة المحيطة بمطار أبو الظهور، إضافة لمدينة اللطامنة ومناطق أخرى بريف حماة الشمالي. سياسيا، أكد رئيس الائتلاف الوطني خالد خوجة على أن أي مقاربة تستهدف تنظيم الدولة وتستثني نظام الأسد والتنظيمات الإرهابية الداعمة له هي مقاربة خاطئة وغير مجدية. ودعا خوجة خلال لقاء جمع أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديميستورا في إسطنبول، دعا للضغط على النظام للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد تعطيله عدد من المبادرات الدولية حول إيجاد حل سياسي في سوريا، مشددا على ضرورة إيجاد مناطق آمنة تساعد على تطبيق بيان جنيف من خلال وقف القتل وتعزيز الحوكمة المدنية وتوفير المساعدات الإنسانية وعودة المهجرين السوريين ومكافحة التطرف. وينضم إلينا عمار عز مراسل أورينت نيوز من إسطنبول. أهلا بك عمار. إذا ضعنا في أكثر التفاصيل عن اجتماع أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف. التقى اليوم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، واستمر الاجتماع منذ الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 بعد الظهر. وجاء هذا الاجتماع فيما صرح عنه الائتلاف بأنه يأتي استكمالا لمباحثات جنيف الثنائية. وأيضا كان المحور الرئيسي في هذه الاجتماعات هو تباحث الطرفان حول عملية تطبيق بيان جنيف. البيان الاجتماع لم يعقبه مؤتمر صحفي، على ما يبدو أن النتائج لم تكن مرضية للطرفين أو لم يتوصلوا إلى نتائج جيدة. فقط الائتلاف اكتفى ببيان وقال من خلاله بأن أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف قدموا لمبعوث الدولي وفريقه الخاص وجهة نظرهم فيما يخص تطبيق بيان جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة من خلال الوثيقة المبادئ الأساسية التي أساسا سلمها هيثم المالح إلى ديمستورا وهو المبعوث الائتلاف لمشاورات جنيف. أيضا رئيس الائتلاف من خلال البيان قال إنه دعا ديمستورا للضغط على النظام من أجل العودة إلى المفاوضات، واتهم النظام بأنه عطل المبادرات الدولية حول إيجاد حل سياسي. ديمستورا من خلال بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة قال إن الطرفين أي الائتلاف وديمستورا اتفقوا على الأهمية والحاجة الماسة لإيجاد حل سياسي بخصوص النزاع في سوريا، وأنه تم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للقتل واستهداف المدنيين دون ما أن يوضح أي قتل هذا أو استهداف المدنيين من قبل من. وأيضا قال ديمستورا من خلال ذات البيان بأن زيارته للائتلاف توضح مرة أخرى أن هدف هذه المشاورات كان ولا يزال لإعطاء الفرصة لكل السوريين لمشاركة أفكارهم وأخذ كل الآراء من كل أطياف المعارضة. الائتلاف يبدو أنه يعني غير راضي عن أداء ديمستورا. غير مرة قال خالد خوجة والمتحدثون باسم الائتلاف بأنهم ينظرون بعين الريبة لمباحثات ديمستورا أو لتصرفات ديمستورا، وأيضا ينظرون إليه على أنه يقف بصف النظام، ودائما ما يحامل ديمستورا إظهار المعارضة على أنها مفككة ومشتتة من خلال أيضا، وهذا ما يبدو من خلال دعوته لنحو أكثر من 40 جهة معارضة لمشاورتها في جنيف. واضح. شكرا لك عمار عز مراسل أورينت نيوز، كنت معي عبر الهاتف من إسطنبول.
أعلنت منظمة Human Rights Watch أن النظام دأب على استخدام أسلحة تحوي مواد كيماوية سامة ضد المدنيين في إدلب طيلة الشهرين الماضيين، وتسببت بمقتل وإصابة المئات. اتهامات جديدة للنظام بقتل السوريين باستخدام غاز الكلور. منظمة Human Rights Watch أعلنت أن نظام الأسد كرر استخدامه لمواد كيميائية سامة خلال عدة هجمات بالبراميل المتفجرة استهدفت مدنيين بمحافظة إدلب خلال شهري نيسان وأيار الماضيين. مكان سقوط البرميل الثالث الذي يحوي على غازات سامة الكلور. وكان ناشطون بثوا صوراً لضحايا الهجمات باستخدام الكيماوي في كل من سراقب والنيرب وقرية كفر بطيخ قبل أن تؤكد هذه الاتهامات منظمة Human Rights Watch. كنا نايمين الساعة واحدة بالليل ما عرفنا ودرينا على ضربوا علينا الكيماوي أما دبنا أبويا وقال كلهم مصابين وإني بالمستشفى. المنظمة قالت إن استخدام أسلحة محظورة دولياً لفترات وبشكل متعمد يعد جريمة حرب، وحملت مجلس الأمن الدولي المسؤولية في استمرار النظام في فعلته هذه. مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة Human Rights Watch طالب مجلس الأمن بإيجاد آلية فورية من أجل تحديد مسؤولية النظام بخصوص استخدامه لأسلحة كيميائية محظورة أممياً. وقال المسؤول الأممي إن النظام يستخدم مواد كيميائية سامة منذ نحو عام، ودول مجلس الأمن لا زالت في حيرة من أمرها بشأن الجهة التي سيوجهون لها الاتهامات. يحدث ذلك في وقت كانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن النظام استخدم غاز الكلور. تأتي هذه الاتهامات في وقت أكد فيه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تؤيد إجراء تحقيقات لمعرفة المسؤولين عن سلسلة هجمات بغاز الكلور في سوريا. تشوركين وعلى هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا شدد على ضرورة تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الهجمات. وكانت واشنطن اقترحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن فتح تحقيق يتولاه خبراء أمميون لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، فيما توجه أصابع الاتهام في هذه الجريمة حالياً للنظام. اندلع حريق كبير اليوم في مخيم المنيا للاجئين السوريين بلبنان دون معرفة أسبابه، وأفاد ناشطون بأن الحريق التهم جميع الخيم دون تسجيل أي ضحايا سوى فقدان طفل صغير، في حين سارعت سيارة الإسعاف وفرق الإطفاء لأخماد الحريق وإجلاء اللاجئين عن المنطقة. نار تلتهم 31 خيمة في منطقة المنيا شمال لبنان يقطنها عائلات سورية فروا من نار الحرب في بلدهم ليجدوها في خيامهم التي تفتقر حتى إلى أبسط مقومات الحياة. كان أسباب الحريق زلم عندنا هون قاعد بالمخيم إيده مقطوعة عاجز عم يساوي حليب لبنته قام أب في الغاز احترقت بيته واحترق أخذت بقية الخيم كلها. فكل ما جناه محمد وبقية النازحين على مدار 4 سنوات ضاع بلحظات قليلة، فالأثاث وما تحتويه الخيمة قد يعوض، ولكن ما خسروه ربما يكون أكبر من ذلك. أولاد حالة نفسية يرسلها أوراق ثبوتية كلها احترقت، يعني اللي كان مخبله 200-300 ألف لبناني عم يسكج حاله فيهم احترقت خالص. وبالرغم من ضيق المساحة التي تجتمع فيها الخيام بشكل متلاصق من دون أن يفصلهم أي عازل، ذلك هو السبب الرئيسي في انتشار الحريق من خيمة إلى أخرى، ليبقى الرماد شاهد على ذلك. صحيح قاعدين بالخيمة بس عايشين بشارع لا بتحمي من البرد لا بتحمي من الشمس، يعني على طول إذا بيجي هبة هواء بتطير. لم تكن هذه المرة الأولى لاندلاع حريق في مخيمات اللاجئين، بل بات الأمر اعتيادي حيث تتجاوز الخسارة المادية لتصل إلى الوفاة بسبب الاحتراق أو الاختناق في ظل غياب الحل الجذري من قبل المنظمات الدولية.
مثلا نحن صاحبين المخيمات يا اخي توقف معنا الدوله اللي احنا بنعمل انيها خفين ومنعدهم بخف الحريق اذا احترقت خيمه ما بتعود تلهب كل شيء في خيام بقلب المخيم. وبالرغم من تدخل فرق الدفاع المدني لاطفاء الحريق فما زال هناك 200 انسان مهددين بالبقاء من دون مأوى الى ان يتم تامينهم في مكان بديل يعيشون فيه. يوسف الجندي، أورينت نيوز، شمال لبنان. وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذي اتهم الحكومة الأردنية بالحد إلى درجة كبيرة من دخول السوريين إلى أراضيها عبر المعابر غير الرسمية. وصف التقرير بأنه غير منطقي. المومني وخلال مؤتمر صحفي له أكد أن بلاده تواصل اتباع سياسة الحدود المفتوحة وأنها تقوم بالإعلان يوميا عن عدد اللاجئين السوريين الذين يدخلون الأردن انسجاما مع الشفافية التي تنتهجها حكومته في التعامل مع ملف اللاجئين. قدمت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو تقريرا يؤكد أن ما يجري في سوريا والبلدان المجاورة أدى إلى ارتفاع نسبة الجوع ورفع أعداد من هم بحاجة ماسة إلى المعونة الغذائية والدعم الزراعي سواء كانوا داخل وطنهم أم لاجئين خارجه. العالم بطرانا نركب الخبز هون لك قديش طلعنا واستعفي بالأرض. ناقوس الخطر يدق في دول العالم العربي التي تشهد مواجهات ومعارك دامية، وهو أمر أثر بشكل كبير على نسبة الغذاء العالمي في تلك الدول. هذا ما جاء في تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو. المنظمة في تقريرها أكدت أن ما يجري في سوريا جعل نحو 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المعونة الغذائية والدعم الزراعي، 10 ملايين منهم داخل سوريا وأربعة ملايين في عداد اللاجئين لدى دول الجوار، وكذلك أدت إلى تضاؤل موارد المياه المتجددة وسوء التغذية. أما في اليمن فإن الأحداث الأخيرة بين ميليشيا الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى وغيرها أدى إلى رفع مستوى الجوع وسوء التغذية في البلاد، بحيث أصبح كل واحد من 4 أشخاص يعاني من نقص التغذية. كما تشير التقديرات إلى أن نصف سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون شخص بحاجة إلى المعونة الإنسانية مع بداية عام 2015. كذلك الأمر بالنسبة للعراق، فقد ارتفع معدل انتشار نقص التغذية من 8 إلى 23% خلال ربع قرن. المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة عبد السلام ولد أحمد شدد على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة بقوله إنه لن تستطيع دولة واحدة تحقيق الأمن الغذائي، مستشهدا بما يحصل للاجئين السوريين خصوصا أولئك الذين في لبنان والأردن، وبالتالي فإن هناك حاجة لرؤية شاملة وتضامن للقضاء على الجوع على حد قوله. كما طالب المسؤول بضرورة تجديد الالتزام السياسي والجهود الإقليمية المشتركة التي يجب أن تكون مصحوبة ببرامج فعالة لمعالجة نقص التغذية، نظرا لأن أعداد من يعانون نقص التغذية لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أبرز تقاريرها عن موت ما يقارب 2157 شخصا في حوادث غرق معظمهم من النساء والأطفال. 2157 شخصا معظمهم من النساء والأطفال قضوا غرقا منذ نهاية العام 2011 وحتى اليوم في محاولة للعثور على بلد يأويهم من ظلم وبطش نظام الأسد.
هذا ما كشفت عنه الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أبرز تقاريرها تحت عنوان من موت إلى موت، لافتة أن أعداد اللاجئين السوريين تخطت منذ بداية الثورة أعداد اللاجئين الفلسطينيين لتصل إلى ما لا يقل عن 5,800,000 لاجئ سوري في أنحاء العالم. التقرير الذي ذكر 28 حادثة هجرة غير شرعية حصلت في أثنائها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سوريا غرقا في 19 من نيسان أبريل 2015 قبالة السواحل الليبية، لفت إلى أن هذه الحصيلة تعتبر الأدنى في ظل عدم تمكنها من معرفة حوادث أخرى عديدة قد تكون أودت بحياة المئات. التقرير الحقوقي لم ينتهي عند مسألة حوادث الغرق، بل تطرق لموضوعات أخرى منها المعوقات التي تواجه اللاجئين في الدول المضيفة من مسائل التعليم والغذاء وغيرها، مقدرا نسبة عدم الالتحاق بركب التعليم بما يقارب 40% للأطفال وطلاب الجامعات، كما تناول مسألة تكلفة العلاج المرتفعة بالنسبة للاجئين غير المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هذا فضلا عن عدم استقبال طلبات لجوئهم من الأساس سيما في الدول الغنية، ذاكرا على سبيل المثال بريطانيا التي تأوي 100 لاجئ فقط، وأمريكا التي اكتفت باستقبال 200 لاجئ على الرغم من دعمها العلني للقضية السورية. هذه المشكلة جعلت من الأزمة السورية حالة إنسانية طارئة عجز المجتمع الدولي عن التحرك بسرعة إزاءها، ما يجعلها تتفاقم يوما بعد يوم أمام أعين العالم بأسره. ختام هذه الجولة الإخبارية بين يومين، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.